اللي جاهز ليكون مشارك في كتيبة الزعيم على أعلى مستوى، لكن هو تحديداً له أكيد بصمة كبيرة في مشوار نادي السد على مدار العشرين سنة. أدي جيلرمي لعيب مجتهد جداً في نص الملعب، تمركزه وخبرته عالية جداً، لمسة تعود من تاني لعيبة نادي السد، سيطروا، فرصة الهجوم المرتد لو في مساحات. الأول أكرم عفيف، الله 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 الله، عملوها قبل الماتش وكرروها في الماتش، ايه العظمه دي، ايه العظمه دي. هل في اوفسايد ولا حاجه؟ ممكن يكون في اوفسايد على يوسف عبد الرزاق، تداخل واثر على حارس المرمى يبدو ذلك، ومعانا الفار. لكن شوف تاريخ ممتاز، واذكر مدى علاقته بنجوم اكرم رهيب، اكرم عجيب، ولكن في اللحظات الاخيره نادي مصلال ينقذ الموقف. شوف أكرم عفيف وقيمته الجميلة، شوف بلاتا الجناح اليمين، جونزالو خيمينيز بلاتا اللاعب الإكوادوري لاعب بلد اليمين، تعود من جديد الهيدوس، بساطة وسهولة، كعب الرجل، حركة من غير، يا سلام يا سلام على بلاتا، لكن راح ضغط عليه، أوهو طلعت على طول. يعني حسن الهيدوس ضغط عليه، ما كانش لازم يجي حسن الهيدوس، ما كانش لازم يجي، هو جميل، نعم الجميل السريع الحلو، الله اللعب المباشر الطول الايجابي، يا ولو لا 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 روعه روعه، ايه ومتعه ايه، الزعيم عاد، الزعيم عاد، واي عوده، نعم بدايه واي بدايه، قوة وأي قوة، تجانس وأي تجانس، رغم عدم وجود سايسي، رغم عدم وجود بغداد بنجاح، النجم الأسمراني الجميل، عميقة تاني، شوف الانتشار ومنطلق وكرته حلوة، ولسه أندي ديلور ما لقاش الفرص الحقيقية للتهديف. بلاتا خضر، اللعيبة اللي كانت خرجت إعارة في أكتر من، ادي المرور لنادي مصلال، السلام عليك ولد، اهو رجع في الوقت المناسب اللي انا قلت، مش حركه من غير كوره جميله، اللعب على المساحه على طول الى بلاتا، عدى الولد، مر الولد، عدى الاكوادوري، مر الاكوادوري، لا 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 لا، اوه قفلوا عليه، يا سلام يا سلام يا سلام، والله برافو لعيبه ام مصلال، تحضير ثاني وتصويب. ام مصلال من الاهلي 1-0 في اول مباراه، حتى الان هو خسران 2، سد خسر اول مباراه، اكرم عفيف واحد على واحد، يقف على كرته، تحضير تصويب ولا ايه، تصويب ولا ايه، الله 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 الله، حلوه 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 من بلاتا الجناح اليمين اللي دخل في العمق، لعب برجله اليمين رغم ان هو اشول، هوم اكسبو، هدف الحقيقه لاكرم عفيف ولنادي السد وللكره القطريه. عوده ثاني من جديد، حسن الهيدوس، أوي 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 العدوس، يا سلام يا سلام على الجمال والروعة، بلاتا راحت على الشمال، عدل تاني على اليمين، راح التاني يا واحد على واحد، ناصر النصر عالية فوق، مصعب خضر على الصدر، هاتوا خد يا ولد، برضه ماشية، برافو الحكم عبد الرحمن جاسم يقول العب، تاني على طول إلى بلاتا، جونزالو خيمينيز عدى ومر، لكن الضغط على الجمال بعرض محترم في التعادل في اللحظات الأخيرة، كرة أمامية على طول إلى بلاتا، بلاتا اتعمل له أوفر لاب، اتعمل له أوفر لاب، اتعمل له أوفر لاب، دخل في العمق، هاتوا خد تحضير تاني، هاتوا خد يا جماله يا جماله يا جماله، ولكن على طول الدفاع في الوقت المناسب وتدخل رائع في اللعبة الأخيرة من فيكتور، وإنقاذ بالفعل، إنقاذ بالفعل، لكن في فاول، فيكتور لك حل، زعلانين لعيبة أم مصلال، عمر يحيى بيعترض، ومروان لودا والتواجد في المربع الذهبي في السنتين وبيستعد الملحق اسيوي، الوقت لازم يكون رايح بسرعته، هيفرق قوي قوي قوي، انطلاقه ثاني ومن جديد، عمر يحيى، عمر رباح، لك القطرين اللي يشركهم في المرحله اللي جايه عشان يكونوا جاهزين لكاس اسيا والتحضيرات، اول توقف للدوري ان شاء الله، وبيحضر نفسه أحمد السعيد شقيق هلال السعيد، لاعب النادي العربي ولاعب السد السابق، أحمد كان لاعب وخد فترة، خروج أيضا لبلاتا، جونزالو خيمينيز يعني